مستوى لم يكن بالصدفة. سيدة تونس أمامكم شامبيون دافريك، نعم الأقمصة جاهزة حميد، وربما أتت مباشرة قبل النهائي، ولاحظوا الصورة معبرة جدا بالنسبة لرجاء تومي وداد التلالي، ويصعدنا على منصة تتويج فادي العمراني صفر، وبقية اللاعبات ومردود كبير وكبير جدا. تحية كبيرة للإطار الفني بيريرا وأيضا المساعدين أيضا، والدكتورة نهلة بن إبراهيم بودينا أيضا المشرفة على المنتخبات السيدات، ايضا دكتوره في كره اليد تقوم بالمحاضرات في افريقيا وفي عديد البلدان، والان سيستلمنا الميداليات. نعم المنتخب التونسي مبروك لسيدات تونس بهذا التتويج الغالي. السيد عبد المالك سلال، وعبد المالك سلال السيد الوزير الاول منصور رئيس الكونفدراليه الافريقيه لكره اليد، سيقدم الميداليات للاعبات التونسيات المتالقات. اللاعبه المحترفه والتي كانت مصابه تلعب ايضا في الدوري البولندي. سلال وزير الاول سيسلم الكاس لرجاء تومي. اللحظه تاريخيه لسيده تونس، مبروك لكره اليد النسائيه والمنتخب التونسي للسيدات بهذا التتويج الغالي الذي غاب وطال على الاتحاد التونسي، يسترجع بكيفية رائعة وأمام جمهور غفير وبقاعة حرشة حسان. مبروك للمنتخب التونسي بهذا التتويج. مبروك وألف مبروك مرة أخرى لسيدة تونس، لقب غالي وغالي جدا لكرة اليد سيدات، وطبعا الرياضة النسائية في تونس تحتاج هذا اللقب. ونستمع للنشيد الوطني التونسي. نواصل معكم مشاهدي بي ان سبورتس مع التتويج باللقب الغالي بالنسبه للسيدات، ونواصل طبعا مراسم التتويج بالنسبه للرجال، وطبعا الان سيقع تسليم الميداليات الخاصه بالنسبه للرجال، والبدايه ستكون بالمنتخب المصري، وطبعا الذي تحصل على المرتبه الثالثه بعد فوزه في المباراه الترتيبيه أمام المنتخب الأنغولي. ونقول مبروك للمنتخب المصري بالصعود على منصة التتويج والميدالية البرونزية. وهذه صورة للذكرى الآن بطلات بين المسيرين والأحباء ورئيس الجامعة السيد كريم الهلالي. سيدات نعم صورة تذكارية للمنتخب التونسي بالميداليات والكأس الإفريقية الغالية على سيدات تونس. رجاء تومي كابتن الفريق ترفع الكأس وتحيي الجمهور الذي شجع هذا المنتخب من بداية البطولة إلى المباراة النهائية. هنيئا ومبروك للمنتخب التونسي بهذا الفوز. حقيقة صور تثلج الصدر حميد، لاحظوا ماذا ستفعل إناس الخويلدي، ستسقط اللاعبات كلهن أرضا، وصورة ومعبر الجميع يسقط، والكأس والجمهور يتفاعل مع خويلدي والكل